السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ناني؟ عاملين ايه؟ احوالكم ايه؟ فيديو النهاردة يا ترى عن ايه؟ عن ريفيو للادوات المنزلية اللي احنا بنعرضها. طبعا القناة عندي فيها احدث الادوات المنزلية اللي بتبقى نازلة، الاجهزة الكهربائية. فطبعا فكرة ان احنا نستحضر ريفيوهات لناس مختلفين، بمعنى ايه؟ انت بتشوفي كلها الادوات المنزليه والاجهزه الكهربائيه اللي احنا بننزلها، وساعات تيجي تشتري تلاقي الحاجه ما بتشتغلش معاكي، الحاجه مش حاده، الحاجه كويسه او الحاجه وحشه جدا جدا جدا. طب احنا بقى هنستعرض ناس استخدموا الحاجات دي قبل ما انت تشتريها، لاننا كلنا بننبهر بالحاجات اللي احنا بنشوفها ونروح نشتريها نلاقيها حلوه او وحشه، يعني مش مظبوطه. فيلا نشوف مع بعض. صراحة حاجات جميلة جدا احنا بنبقى منبهرين بيها، نيجي نجربها نلاقيها مش حلوة، وساعات بتبقى اسعارها غالية علينا، وساعات بتلاقيها موجودة في المحلات الموجودة عندك، تبقي محتارة هل يا ترى دي شكل بس ولا حلوة ولا وحشة. يلا نشوف مع بعض الفيديو. متنسيش تحطلنا لايك، شير الفيديو جميل، اشترك معنا في القناة عشان يجيلك كل يوم فيديو جديد يعجبك. يلا نشوف مع بعض. هنا في مواد بيرموها في المية يصطادوا بيها سمك، نجربوها مع بعض. ودي بنسة بتقطع اي حاجة. طبعا اللي بيبقى بيجرب معانا المنتجات دي زي ما انتوا شايفين بيطلب من الموقع الاصلي اللي بيشوف عليه الاعلان، فهو بيجيب لك اعلان التاجر والشخص ده بيجرب الحاجة وبيقيمها. اها بيرميها، بيقول لك دي صفر، مفيش الشكل ده، شكل لعبه غوريلا او قرد اهو، اللي بتبقى المطاطيه اللي هي بتتحرك وشكلها بيتغير، تستحمل بقى الاطفال ولعب الاطفال، اهي بترجع مكانها تاني اهو. فهو جابها وجربها ويقول لك حلو. الخلاط ده بقى نفسي فعلا اشوف الريفيو بتاعه، وبيستعرض لك الاماكن اللي بتركب فيها اهو، ما شاء الله طلع العصير كله شكله حلو. ودي نص برتقانية، خلي بالك. جرب التفاحية، هو كده، لان عامه التفاح ما شاء الله ده حلو. التفاح ما فيهوش سوائل كتير، فيه الياف كتير. الفوم ده كنا مجربينه في الفيديو اللي فات برضو، وطلع برضو نفس النتيجه دي اهو. هو ما بينظفش ولا اي حاجه، هو عباره عن رغوه بس. وبرضو كانت النتيجة، نتيجة الفوم ده في فيديو سابق كانت نفس النتيجة. ده شحن تقريبا، تنه 39% وعمال يشحن بيه برضو، هو على اساس ان هو يدوي، فطلع برضو 39 بقى 38%، يعني هو صفر. تخيلي انت تجيبي حاجة شحن وتجيبها من بلاد تانية وتدفعها شحن وتمن السلعة وتيجي بايظة، ولاحظ ان الحاجات دي بنلاقيها في الاسواق الموجودة عندنا عادية برضو، خلي بالك، يعني مش حاجة بس كده. ده بيدخل اي حاجة في الحديد، في الاسمنت، في الحاجات دي كلها، قوي جدا، المسامير والكلام ده كله اهو. الحلل اللي هي بتطبخ دي وبيركبها بالبايركس، وده منظم البخار، نفس فكرة حلة الضغط يعني. بالتالي هي بتطبخ مش على البوتاجاز، بالحته السمراء اللي جنبها ديت بتديها حرارة، ما بتحطيهاش بالكهرباء، بالكهرباء. فهو بيقول تقييمها 10/10 لانه جربها يعني. ده سويتر جابه، وفي منظم لدرجات الحراره اظن، بيدي عرق وساونه، في حاجه حراريه،
متهيألي الناس اللي عايزة تخس أو في الشتاء مضاد للمية. فهو بيقولك النتيجة بتاعته معاه البطارية بتاعته بتشحنيها وتوصليها عشان يوصل سلك الكهرباء، ومضاد للمية بيتغسل وكل حاجة حلو. والناس اللي بتحس ببرودة كاملة أو عندهم ثلوج أو كده، أو الناس اللي عايزة تخس، بس الناس اللي عايزة تخس بديل الساونا يعني. بحب الحاجات بقى البلاستيكات اللي بتتركب والمنظمات والحاجات دي بديل الدولاب. ودي جزامه، تقدر الجزامه تحط فيها كتب، تحطيها في المطبخ، جميله الصراحه. الحاجات دي بتنغسل وما بتتكسرش. بنضف البطه بعمدان كده، ايه مكنه حلاقه دي ولا مش عارفه الصراحه. دي اول مره اشوفها عند اللي بيعرضها. دي جاب البطه نجرب عليها. هي شوية تمارين اهو. مسكها اخير، يلا ده بتنضف بجد. انا مش عارفة هي بتشيل الشعر من جذوره ولا بتكويه، نفس فكرة انك بتشيطيه على النار. بس هي ما بتطلعش دخان، بس شكلها بتنضف فعلا جدا، بس متوصلة بالكهرباء. اللي بيشيط على النار ده بيخلي زفاره البط زي ما هي، فلازم ريش البط ينشال من جذوره. خلي بالك من النقطه دي. شفت الالوانات دي جميله، شكلها حلو، تعمل جو كمان للاطفال جميله الصراحه، شكلها حلو. اهو بيجربها هنا، اهو جايبها فدها 10 من 10. هنا تنبيت الحلبة، الفول، الحاجات دي كلها مش مستاهلة مكان يا جماعة. الحاجات دي ما بتكتر في البيت بيبقى عبء نفسي عليك يعني. ده ما تحطيه في مصفى وترشي عليه شوية مية راحة جاية هينبت، مش محتاج يعني. زي ريب التنقيط اللي في الصحراء. هو ميستون هو بيقولك بينزل المية الزيادة فما بيتعفنش الحاجة. تنبيت الحلبة، الحلبة دي ذهب، كنز. نبيت الحلبة وخلي عيالك ياكلوا حلبة منبتة جميلة. فالتجربة نجحت معاه وديت 10 على 10. شكلهم حلو، 10 على 10. شوف تجربة ده. بيديكي بقى هو جاي معاه ايه، ادوات ايه. الله جميل والله، حلو، شكلها حلو. للاطفال بقى احسن من الموبايلات يطلعوا يلعبوا فيه. حلو جمعي، بيقول لك قوية ومتينة، جميل 10 على 10. بتاعت القطط والكلاب حلوة دي. الناس اللي بتربي قطط وكلاب وشعر القطط والكلاب بس فعلا بيبقى مبهدل الدنيا، بيشيل الشعر الزائد، بتنضف الدنيا كده. فدها 10 على 10. شفت دي بتسخن الاكل تقريبا، او مش عارفة ازاي يعني. هنحطها على نفس الطاولة، هو عبارة عن غطا وفي سخان كهربي فوق اهو، ملهوش قاعدة بقى يعني. انت بتحطيه مثلا على وبيتظبط. سخن الاكل 40 درجة و36، حامي جدا. بقولك 10 على 10. البتاعة دي سيئة جدا، انا جبتها مش من اونلاين، لا في المحلات بتاعة 2.5، الحاجات بتاعة زمان دي. محتاجة قوة جسدية فظيعة، وطبعا بتلاقي هي حتة فوق والباقي زي ما هو تحت. النتيجة القطعة ديت كانت في فيديوهات احنا جايبينها قبل كده. هو بقول لك هي حلوة، انا جربتها لقيتها وحشة، وبرضو كان حد كان جايبها وجربها لقاها وحشة برضو، مش حلوة، مش عملية يعني. ده كان مثلا كنبات مجفف مثلا وبتسقيه يطلع لك زهور، ده طلع حقيقي. الله، ده زهور أشجار جميلة جدا، سبحان الله.
ده كشاف، كشاف. اه حلو، شكله جاي على فكرة. آه الله، قوي جدا على فكرة. هو بيجربها، بيعرفك بقى بيقعد قد ايه، بيقعد ساعة وشوية شغال. حلو، ونارته قوية جدا. دي المادة اللي بيحطوا فيها، لو تحط كريم عشان ما يلزقش على ايدك، بتستني لما يجف بياخد شكل ايدك. المادة دي موجودة، بجيب لكم اسمها، الجل الابيض تقريبا اظن يعني. وده القالب بتاعها اهو، وتطلع شكل الايد بتاعك اهو. بيلون شكلها حلو. هنا طيارة، بيوريكي بقى بتتفك ازاي، تتركب ازاي، بتقب بطيارها في مساحة كبيرة، بس تعتبر طيارة حلو يعني. بس المشكلة ان هي ببطارية، يعني البطارية دي اول ما تخلص هتلاقي اترمت على الارض، تلت حجاير يعني. حتى لو الطيارة حلوة هتنكي كل شوية، الواد هيقولك انا عايز تلت حجاير، فانت هتدفعي تمنها بطاريات. دي بتكوي الحاجة زي فكرة المكوة بتاعتنا القديمة، بس متهيألي خفيفة فهتاخد منك مجهود، او عايزة حرارة حلوة يعني، لان طبعا لما المكوة تبقى تقيلة فبتفرد احسن. هو قيمها 7/10 الرمان، وده سيليكون كده اهو، يعني منزل حتت معاه. ده اللي هو المج اللي بيبرد، او اللي يعتبر بيعمل معاكي ايس كريم يعني، تبريد، بيبرد الحاجة بسرعة، بيحسب لك الوقت اللي بيبرد فيه اهو، 10 دقايق. رمى ما بردش معاه ولا عمل حاجة. ده بيصور قشرة ولا بيصور ايه؟ كده هو رش على الاسبراي اللي هما شافوه، بينظف فعلا، واللزق الحاجات اللي لازق مكانها بينظف. واخد 10/10 طبعا، والليزبري ده بيبقى من الشركه دي، ده احنا نقرر مننا تاني بقى. معلش، بتاع الرمان ده، بتهيألي بتاع الرمان ده اصلا يعني يجي مثلا لو انت بتعملي مشروع دبس رمان، بتعملي حاجات بالرمان، بتخزني رمان، بتبيعي رمان مفرس كده يعني. لكن لو في البيت عادي ما اظنش المفروض تجيبيه. قفل الكهرباء بيشتغل، قفل بيشتغل بالشحن الكهرباء تقريبا. البصمة بتاعته 10/10، ودي من نوع نوعية مرايات ما بتنقصهاش، هو يجيبها ويجربها معكم اهو. المراية فيها حامل اهو، بيصور لكم طولها اهي، جاله قلبي يوقعها عادي اهو. ما بتنكسرش، هي من اول مره خلاص ما بتنكسرش يا عم، الواحد يخاف انه يزقها المره الثالثه تنكسر. الحمد لله ما بتنكسرش. 10/10.
ده هنا قبل ما تاكل الحاجات اللي عليها حاجات دهنية، في مناديل مخصصة ان هي تسحب الدهون اهو. لما نشوف كده فعلا سحبت الدهون، ما هي باينة اساسا. عشرة على عشرة. وطبعا دي احنا بنشوف اعلاناتها مالية النت اللي بتاعت المكعبات اللي بتشد، بدل ما تقعدي تكسري في المكعبات انت بتمليها سواء مية عصير اللي انت عايزاه وتشديها كده، المكعبات تفصل وطلعت جميلة خالص والله، حلوة اهي. انا شفتها قبل كده. عشرة على عشرة. ان ساعات بتبقي شايفه الحاجه وساعات بتبقى قدامك ورخيصه بس ما انتش عارفه، ومش كل حاجه رخيصه بتلاقيها بتبقى نفس الاصليه، خلي بالك برضو. شنطه الله لونها بيتغير حسب الحراره، شكلها جميل حلو. ودي مكبرات صوت، بيقولك ما بتتاثرش بالميه وقويه جدا لدرجه ان الميه دخلت فيها الاهتزازات لسه شغاله. صب كده اهو، شوفي بتعمل ازاي تحت الميه. لسه شغاله بعد الميه. عشرة على عشرة. انا كنت مستنيه النتيجه زي زيكم بالظبط. البتاع دي انا بشوفها كتير الصراحه، الفرجه عندها ممتعه اساسا. الكره الصغيره دي هي اللي بتتحكم في منسوب الميه لما يسخن ينزل وبتزقيها كده. حلوه. بيقولك عشرة على عشرة. بتزقي الكره دي بالايد من الجنب كده فبينزل، بتسحبيه يوقف. درجه الحراره الاسبراي ده بيقلل درجه الحراره للناس اللي بتركن حاجه بره، بيدي تلج، فوم تلج، فاهمه انت؟ فوم متلج، فوم تبريد. الناس اللي بيبقى عندهم مثلا ركنين العربيه ويجي يقعدهم يلاقيهم مولعه، بيبقى ده فوم تبريد، بترشي رشه يبردها لك. بيعمل تجربه يشيل البقر ده. الممسحة او النبي جربها بقى، لان انا بشوف الممسحة اللي بيشيلوا بها كل حاجة دي. انا لو ما لقيتش المية بتمشي قدامي واشد بالمساحة ما اقتنعش، بحس ان دي كلها مليطة. ده تعملت اهي ما ونشف. خدت عشرة على عشرة. ده البتاع التبييض ده، بقولك حنة او خلطة حنة تبييض. حنة تبييض، منتج صيني ولا بقولك انا حسيت بالنظافة بس ما فيش تبييض. اولي بالبيض، حط فيها شوية زيت، اوبا فرشت برا كلها. لان زلال البيض، البيض بتاع البيض بيبقى سائل فبينزل تحتها. ما شاء الله. صفر من عشر. طبعا الناس دي ثقافتها مش اسلامية فيجيبولك خنزير و حاجات كده غريبة يعني. ربنا يهدينا ويهديهم يعني. دي المفروض عجينة يعني، المفروض مطاطة، فاخد الصفر من عشر. لعبة كده زي الصلصال يعني. حط فيهم تلج، متهيألي قصدهم مروحة زي التكييف كده تطلع برود، بيختبر الحرارة 33.
ما خدتش 10 من 10. بقول لك هي بتطلع هواء اي بس مش مبرد، مش بالثلج يعني. اللي هو الجهاز اللي بيشفط الهواء فبيقللك المساحة، فطلع حلوة اهي، جميل خالص على فكرة. ده بيشيل التاتو. انا كنت بحسبها بتشيله، لقيتهم بيحطولك لون حاجة لون الجسم فكأنها مش باينة. انت فاهمة يعني كده. ونشوف في تحت التلج دي، التلج كور يعني، شيلك التلج الزيادة ويطلع من السيلكون عادي. لا احلى حاجة اللي هي اللي احنا كنا شايفينها في اول الفيديو دي اهو. هو عامه حلو يعني، 10 من 10. الاجهزه بقى بتاعت المطبخ دي، مضرب بيض بس يدوي على فكره، ده لو حلو يبقى جميل، وتبقى مساحته متهيألي مساحته كبيره كمان، واخد طلب بيضاته حلو، وبيض البيض لوحده حلو برضه، احسن من المضرب الكهرباء اللي احنا بنجيبه غالي، وينفع برضه مع الكريم، خد 10 من 10. ده الماسك الجيلاتين اللي هم خاربين بالدنيا، بيجي معاه كبسولات الجيلاتين بتاعته والجهاز. كبسولات الجيلاتين دي المفروض بتنشر لوحدها لما تخلص، وتحط معاها اي عصير، عصير ليمون بالزبادي او عصير خيار، الحاجه اللي انت عايزه تعمليها على وشك اهو، وطلع جميل وحلو خالص اهو. وبس بيحكمي كميه السائل اللي هتحطيه، وده البتاع اللي بيشحن ده، ده كان في اول الفيديو برضو. هتشحنيه يدوي، هتولد الكهرباء يعني لما تعملي كده. هتقولي الناس دي بتستفاد ايه لما تجيب المنتجات ديت؟ الناس محتوى قنواتها دي كده. وبعدين انا مثلا واحده زي عايز لما اجي اشتري حاجه اعرف ان هي سليمه وصحيحه، وان انا مش بضيع فلوس على الارض. فاحنا كلنا بنستفاد من الريفيوهات دي. ما تنسيش تحطي لايك يا جميل.